نخش على فرقتنا كمان اللي يمكن كان يمكن مباراه نادي الاسماعيلي كنا كلنا بننتظرها، بنشوف ردود الافعال ايه، هل وكان الاهداف كانت ايه بالنسبه للموسيماني، الاهداف ايه لفرقتنا. واعتقد المباراه خرجت لبر الامان، يعني انت شفتها ازاي ونتناقش في طبعا المكاسب بتاعه مباراه نادي الاسماعيلي وازاي هذه المكاسب ان شاء الله تترجم ايجابيا لمباراه فيتا كلاب يوم الثلاثاء. على فكره ماتش اسماعيلي كان مهم جدا انك تكسبه، لانه بيحافظ لك على جزئيه الثقه اللي يعني اهتزت شويه بعد التعادل يعني الظالم من وجهه نظري في مباراه اضاع فيها الاهلي اكثر من 10 اهداف محققين، يعني 10 اهداف رسميين غير 25 فرصه، والفرص الكتيره الضيعه دي اعتقد في ملموسه هذا الموسم. يعني الاهلي بيأدي شوط الاول بيضيع فرصه وافتكر في الشوط الثاني لعيبنا يجيب هدف او اثنين لما المباراه يحصل فيها الظروف. مباراه الاسماعيلي كان الفوز يعني مطلوب فيها جدا، لانه اي نتيجه اخرى كانت هتؤدي الى نتائج مش كويسه سلبيه على الفريق. الضغوط النفسيه دلوقتي كبيره جدا، في ارتباك، مباراه صعبه جدا مع فيتا في ملعبه. ولكن اللي انا اعرفه ومتابعه وعارفه كويس جدا انه الاهلي بيظهر معدن لاعبيه في المواقف الصعبه. اتمنى انه اللعيبه يكونوا حاضرين بقوه، تركيز شديد. فيتا فريق مش مرعب، فيتا اتغلب من سيمبا، فيتا في مباراه القاهره حتى لو كان سجل من اخطاء دفاعيه واضحه وعدم تمركز جيد وحاله سرحان اصابت بعض اللعيبه في اوقات، لكن تستطيع تحسم المباراه، تستطيع بعزيمه وباصرار بشغل من اللعيبه، اللعيبه هم الاساس، يعني المدير الفني ما ده اللي هكلمك عليه استاذ محمود. بالنسبه زي ما حضرتك قلت كان مهم جدا جدا ان النادي الاهلي يفوز بثلاث نقاط نادي الاسماعيلي. هنتكلم يمكن الاداء الشوط الاولاني كان بعيد تماما جداً. لكن الاهداف المباراه ايه؟ اهداف المباراه انك تحصد ثلاث نقاط عشان يبقى دي واحد عشان مشوار الدوري. انت مشوار عندك الدوري. انت لسه واحد. عندك مباراه مؤجله نمره اثنين. الشكل المعنوي ثقه بالظبط، الثقه والثقه حط تحتيها كتير جدا، لان اي نتيجه غير الفوز كان في الاسماعيلي كان يترتب عليه اثار تانية انت عارفها كمدرب طبعا والناس تعرفها كويس جدا. لكن الفوز امتص وهدى واداك انك انت ماشي بشكل كويس على صعيد الدوري، وبطوله افريقيا بتحتاج مباراه مفصليه مهمه جدا، عليك على اللعيبه ان هم يدافعوا عن انفسهم وموسيماني معاهم. احنا بنبص مع حضرتك برضه استاذ محمود والساده المشاهدين على لقطات طبعا من مباراه الاسماعيلي. زي ما قلنا الشوط الاولاني عدى الاداء غير مقنع، وده اللي حضرتك بتتكلم عليه ان كان في توتر شويه، في ضغط، في ضغوط كبيره جدا. لا بجانب ان الاسماعيلي كمان ظهر بشكل كويس بكل امانه الشوط الاولاني، يعني راح بكذا كوره، لكن يعني مش عاوز اقول مش بالخطوره، لكن في علامات، يعني في علامات استفهام عن بعض اللاعبين، محتاجه اللعيبه نفسها تقف على نفسها، مش كمان ما تنتظرش من الجمهور يقول له. هو اللعيب اكيد مرآه نفسه وقادر على تقييمه، واكيد الجهاز الفني بيدي كل واحد ورقته بعد المباراه بيقول له اتفضل انت عملت ايه في الماتش، تقييمه طبعا، تقييمه واتفرج على الاداء. يعني ما اعرفش فيه ايه، يعني برضه يعني الشوط الاولاني بالذات بصراحه لا يعني حتى في مباراه فيتا ليه هدر الفرص، ليه حاله يعني عدم التركيز امام المرمى بالشكل، يعني عاوز اقول لك ايه، لابد يكون في جديه اكتر من كده، لابد يكون في كمان يعني حساب على الكلام ده بصوره بالجهاز الفني. اعتقد المسائل دي مش بتعدى عليه. مباراه فيتا مباراه الفرصه الواحد على فكره يا كابتن، صحيح مباراه صعبه جدا، ولن يقبل جمهور الاهلي اي مبررات بعد مباراه سيمبا التنزاني واللي حصل فيها. تقول المباراه اتلعبت العصر، اتلعبت الظهر، مفيش بقى الكلام ده، الظهر والحر والحاجات دي، الجو الحر والكلام ده، لم تعد الامور مقنعه. انا خلاص انت لاعب محترف، شغلتك وعملك وكل حياتك في الملعب، فلابد انك كنت تمتلك القدرات على تحمل هذه التبعات، وانك انت تعرف قيمه المكان اللي انت فيه، وانه الاهلي لديه طموحات كبيره جدا. ما ينفعش انه الاهلي يتعرض لمثل هذه المواقف. المباراه كانت مضمونه، لكن برضه من الدروس، إذا اتكلمنا على درس مباراة سيمبا قبل كده، بنتكلم برضو على درس برضو في مباراة فيتا، إنه إضاعة الفرص يتبعها إذا لم تستفيد، انتظر المفاجأة من المنافس. طيب خلينا نتكلم.